السلام عليكم، معكم الأستاذة الباحثة في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا مباركة بالأحسن، صاحبة كتاب الموت وصناعة الرمز، طقوس ومخيال اجتماعي. في الحقيقة حاولنا من خلال هذا الكتاب مقاربة علاقة الأحياء بالأموات وموقف أو بعض مواقف الإنسان من الموت وما تحمله هذه المواقف من دلالة ورمزية، لأنه لا يمكن أن نعتبر أن المواقف متشابهة بالنسبة لسكان البوادي وسكان المدن، فهناك فرق شاسع وبائن وواضح بين من يسرع في دفن موتاه، بين من يخاف من موتاه، بين من يعزل موتاه، وبين من يحاول الاحتفاظ بهم والتفاعل مع الجثة لمدة زمنية أكبر. لذلك حاولنا أن نفهم هذه العلاقة من خلال مقاربة بعض الثنائيات التي اعتبرناها مهمة جدا في هذا البحث، بين مثلا ثنائية الفناء والخلود، ثنائية كذلك مهمة جدا في التحليل، مدرسة التحليل النفسي، بين ما هو عرضي وما هو ضروري، كذلك بين مسألة الفقدان ومسألة الاسترجاع، بين التقديس وبين الخوف، بين الرعب كذلك وبين حب التفاعل والرغبة في التفاعل. لذلك حاولنا كذلك فهم تجربة محنة الموت والفوارق بين بعض المجتمعات بالتركيز على مجتمع محلي في الجنوب الجزائري، ومحاولة مقارنة هذه المواقف بما هو موجود في بعض المدن الجزائرية، وإعطاء كذلك بعد أكبر وأوسع لمقارنات أكبر، مقارنات بمجتمعات إفريقية ولماذا ولما لا كذلك بمجتمعات بشرية أخرى، من خلال طبعا قراءة أهم كتب في مجال الأنثروبولوجيا وفي مجال العلوم الاجتماعية حول الموت في عصور ما قبل التاريخ، في العصور الوسطى وفي المجتمعات الحديثة الآن. لذلك أتمنى أن يجد القارئ والمهتم ما يجيب على بعض الأسئلة المهمة لفهم وإجلاء غوامض هذه الظاهرة التي تظهر على أنها ظاهرة كئيبة.